تدخل المواجهات العنيفة في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات تابعة للحكومة الشرعية يومها الثالث، وفيما تتوسع رقعتها تشير النتيجة النهائية للوضع حتى الآن أن لا أحد من الطرفين يستطيع تحقيق الغلبة وحسم الموقف لصالحه. أهلا بكم. يقول البعض إن هذه النتيجة ستنعكس سلبا على المجلس الانتقالي، فهو من أطلق شرارة الحرب في سبيل الوصول إلى ذروة دوره السياسي والمتمثل بإعلان فك الارتباط واستعادة ما يسميه دولة الجنوب العربية. يؤكد هؤلاء أن هذه النتيجة تشير إلى أن المجلس لا يتمتع لا بالشعبية ولا بالقوة الكافية لفرض خياره، كما أن الأحداث أكدت أنه لم يعد سوى أداة إماراتية لتنفيذ أجندة لا علاقة لها بالجنوب إلا على مستوى الشعارات فقط. على الجانب الآخر، يؤكد أنصار الانتقالي أن هذا الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق هدفها، وهو إسقاط سلطة الشرعية في عدن وإعلان الجنوب العربي. وأيا كانت نتيجة المواجهات القائمة فهي ليست سوى نتيجة مؤقتة إذا لم تتحقق سيطرتهم النهائية على المدينة. بعيدا عن التباسات الموقف العسكري وتبعاته السياسية، فإن المؤكد هو أن الخطر الكبير الآن يقع على رؤوس المدنيين، وأن المدينة ستشهد أياما أكثر سوءا في حال لم يتدخل الرعاة الإقليميون لإيقاف المواجهات. كما أن سؤالا يبدو ملحا الآن، هل ستنقسم عدن وفقا لخطوط السيطرة العسكرية الراهنة؟ بالإضافة إلى التساؤلات القائمة حول مصير كل من السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي في حال هزيمة أي منهما في عدن. ثم ما هو موقف ودور القوى الإقليمية والدولية في هذا الصراع؟ للنقاش سيكون معنا من عدن الصحفي مختار اليافعي، ومن الرياض القيادي في الائتلاف الوطني الجنوبي محمد السعدي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، والبداية معك سيد اليافعي. إذن اليوم الثالث من المعركة، إلى أين تتجه الأوضاع في عدن؟ إذن أرحب بالضيف الذي ينضم لنا من الرياض القيادي في الائتلاف الوطني الجنوبي السيد محمد السعدي. السيد السعدي، أطرح عليك السؤال المشترك، اليوم الثالث من المعركة، إلى أين تتجه الأوضاع في عدن؟ أخي الكريم، الوضع أعتقد أنه يتجه باتجاه سيء. هناك معارك في الشوارع، في الأحياء، هناك نفس مناطقي، هناك دعوات تحريضية غير صحية ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء. للأسف الأخوة في الانتقالي أطلقوا شرارة معركة. لا أعتقد أن هناك هدف واضح أو أن المشروع الجنوبي سيتحقق عبر هذه المعركة. هي ستؤدي في الآخر كنتائج إلى مزيد من التمزق، مزيد من الخسائر، مزيد من سفك الدماء. التمزق المجتمعي سيكون كبير. أضف إلى ذلك أن المستفيد في المجمل هي جماعة الحوثي التي أصبحت تراقب المشهد من بعد وتروج لنفسها بأنها سلطة أمر واقع قادرة على تحقيق الأمن، بمقابل أن الشرعية والقوى الصاعدة أصبحت تتصارع وفقدت زمام السيطرة. طيب، في هذا السياق، يعني ثلاثة أيام من المعارك، لماذا لم تستطع القوات الحكومية حسب المعركة أو الموقف لصالحها؟ منذ اللحظة الأولى الشرعية ابتعدت عن أي صدام مباشر مع الانتقالي. نحن نعلم جيدا أن هناك قوات لا تتبع الشرعية بنيت كالحزام الأمني، النخب، وغيرها من بعض الوحدات المنفصلة. ومنذ 28 يناير فضلت الشرعية لغة الحوار، لأن هذه القوات هي من المفترض أنها قوات ناتجة عن المقاومة وعن ما تحقق في معركة 2015 ضد جماعة الحوثي. وبالتالي الشرعية لم يكن لديها أساسا خطة أو نية لمهاجمة هذه القوات. بالعكس، رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أصدر قرارات متعددة بدمج هذه القوات، كان بالقطاع الأمني، أم بالجيش، أم بالحرس الرئاسي.
ولكن كان هناك معوقات للأسف، لم تكن إدارة عملية الدمج صحيحة، أما لأسباب فنية أو أسباب سياسية أدت إلى بقاء هذه القوات خارج سيطرة الشرعية. حقيقة الشرعية تجنبت المواجهة منذ اللحظة الأولى التي تحدث بها نائب المجلس رئيس مجلس الانتقالي هاني بن بوريك، وأشار إلى احتمالية حدوث شيء بعد استشهاد أبو اليمامة ومن معه في الهجوم الصاروخي الذي نفذه الجماعة الحوثي الإرهابية. لا، تجنبت الشرعية أي خطاب أو أي رد على اعتبار أنها تريد ألا أن تتجنب أي اشتباك، لكن للأسف يبدو أن هناك مخططا عد من السابق وينفذ الآن على الأرض. طيب، يعني في سياق الحديث على أنه هناك استمرار للدعوات للتهدئة، فيما الحقيقة تقول أن هناك حرب كبيرة لا يمكن تجاوزها وبالتأكيد سيكون لها ما بعدها، يعني أليس محاولة التهدئة بشكل عام هي من تشجع المجلس الانتقالي أو القوات التابعة له على التمادي أكثر، على المغالاة أكثر، وكذا على فرض خيارات قد تكلف الكثير على مستوى المدنيين؟ أخي الكريم، يجب أن نتحدث بواقعية. القوات التي بنيت بعيدا عن المؤسسة الأمنية والعسكرية ليست بالقوات البسيطة وليست بالقوات السهلة. اليوم نرى معارك شرسة، معارك لم نرها حتى في عام 2015. هناك أسلحة متنوعة. العملية ليست أو دعوات التهدئة ليست من أجل طرف أو طرف آخر. هناك تفكير بما سيحدث بالمدينة وللمدنيين، هناك تهور، هناك اندفاع. للأسف أعتقد أن الانتقالي أخطأ المسار في تفجيره بهذه المعركة التي لا توجد أسباب منطقية لها. ادعى بأن هو بنفسه هاني بن بوريك المتصدر المشهد حاليا من معه، قالوا في مؤتمرهم الصحفي بعد التحقيقات حول ما حدث في معسكر الجلاء أن جماعة الحوثي هي التي اقتالت أبو اليمامة ومن معه رحمة الله عليهم، ولكنه وجه سلاحه وأمر بالنفير ضد الشرعية، أمر غير منطقي. كان من المفترض أن يكون هذا سببا لأن تجتمع الشرعية أو يجتمع الانتقالي مع الشرعية في مواجهة الحوثي والأخذ بالثأر لأبي اليمامة ومن معه، لكن فوجئنا بأن هناك شيء يبدو أنه كان يعد سلفا ولم تكن حادثة معسكر الجلاء إلا مبررا، لكن للأسف ليس مبررا حقيقيا. دعوات التهدئة هي من أجل المدنيين، دعوات التهدئة من أجل ألا نخسر أمام جماعة الحوثي، ألا تنهار الدولة، ألا يكسب الحوثي مكاسب سياسية بالمجان. هذه الدعوات هي من ناس ينظرون نظرة استراتيجية لما سيحدث ويرون أن نتائج هذه المعركة لم يكن مستفيد منها أي طرف كان. إذن أطرح السؤال المشترك الآن على ضيفي الآخر سيد مختار اليافعي الصحفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد اليافعي. يعني اليوم الثالث من المعارك، من منظورك إلى أين تتجه الأوضاع في عدن؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة هي معارك فرضت على قوات المقاومة الجنوبية التي أعلنت سابقا أنها ستحمي الشعب. بعض العناصر الإرهابية المنخرطة في قوات الحرس الرئاسي أرادت تفجير الوضع من خلال استهداف المدنيين والمشيعين بجثامين الشهيد منير اليافعي ورفقائه، وبدأت بالاستعداء على المواطنين. وكان لزاما على قوات المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الممثل الشرعي لشعب الجنوب الذي فوضه في الرابع من مايو، وبالتالي تحركت هذه القوات الجنوبية للدفاع عن الشعب ولحماية مؤسسات الدولة التي أرادت هذه العناصر الإرهابية المنخرطة في ضمن قوات الحرس الرئاسي. ونحن هنا لا نتحدث عن أبناء الجنوب الشرفاء في ألوية الحماية الرئاسية الذين يرفضون
أن يستخدموا السلاح ضد الشعب وضد أخوانهم من أبطال المقاومة الجنوبية، ولكن نحن على علم وكثير من المصادر والمعلومات تؤكد أن مجاميع أرهابية انخرطت ضمن قوات الحرس الرئاسي بدفع من قائدهم وقائد الإخوان المسلمين وهذه الجماعات الإرهابية، نائب رئيس الجمهورية علي المحسن الأحمر، وهذا أصبح الأمر واضح، وهو من جلبهم من أفغانستان في حرب 94 بالعدوان على الجنوب، وهذه هي امتدادات لإجهاض القضية الجنوبية والمطالب الجنوبية ومن أجل إنهاء هذه المطالب، ولكن الشعب لن يكون صامت، والقوات الجنوبية وقوات المجلس الانتقالي ستكون لهم بالمرصاد، وإن شاء الله ما هي إلا ساعات وستقوم هذه القوات بتطهير العناصر الإرهابية، تطهير الحرس الرئاسي من العناصر الإرهابية، وكذلك سيكون الرئيس هادي، وهو الرئيس الذي الكل يعترف بشرعيته سواء مجلس انتقالي، وهذا كان واضح في بيانهم، وكذلك الشعب في الجنوب، وهو أول من احتضنه عندما حضره الكل في صنعاء وفي من الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية، كان الجنوب هو الحاضن الرئيسي بفخامة الأخ الرئيس عبد الربه منصور هادي. طيب أنقل كلامك لضيف الآخر السيد السعدي، يعني بتلخيص لما قاله بالأخير، المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل شرعي للقضية الجنوبية ولشعب الجنوب كما يقول، يقوم بمواجهة العناصر الإرهابية التي اعتدت على المواطنين، ويريد يعني تطهير قوات الحماية الرئاسية والحرس الرئاسي من العناصر الإرهابية. ما رأيك بهذا الطرح سيد السعدي؟ أخي الكريم، هو قال بأن الانتقالي المفوض الشعبي، الانتقالي دعا الناس لإخراج المواطنين من المناطق الشمالية من عدن، لم يخرج أي مواطن في عدن ولم يستجب لهم شخص واحد حتى تدارك الموقف، وبدأوا ينكرون ما دعوا إليه. هاني بن بريك وهو الأستاذ مختار صديق له ومقرب يدرك جيدا ذلك، بأن دعا إلى النفير العام وأوصد أبناء عدن وأبناء المناطق الجنوبية أبوابهم لهذا النفير، ولم نرى إلا وحدات محدودة التي تقاتل في عدن. السؤال هو أين 140 ألف مجند الذي جندهم الانتقالي؟ أين هم 140 ألف لو كانوا موجودين في عدن؟ لا يحتاج إلى أن يقاتل في سلاح، يستطيع أن يطلقهم فقط، يجروا إلى المواقع ويستولوا على المواقع. حقيقة لم يستجب لهم أحد، لم يقاتلهم أحد. أخي الكريم، اتهام الحرس الرئاسي بالإرهاب هو اتهام للتحالف، التحالف هو الذي يدعم بناء القوات العسكرية، فهذا اتهام صريح للتحالف بأنه راعي للإرهاب، هذا أمر في غاية الخطورة، يجب أن يكون. طيب سنعود للتحالف ومسألة الحسابات الدولية والإقليمية أيضا ومدى تدخلها في محور لاحق، لكن قبل ذلك دعني أسأل السيد اليافع عن يعني عدم تحقيق النصر الآن من قبل المجلس الانتقالي، سيشير إلى أن الخسارة السياسية في هذه اللحظة ستكون أكبر، لأنه هو من أعلن الحرب ويبدو أنها لن تتحقق الأهداف، في حين في نهاية المطاف هو من سيتحمل تبعات مسؤولية كل ما جرى على الأرض. أسمح لي يا أخي، هذه مقالطة، المجلس الانتقالي لم يعلن الحرب، من أعلن الحرب ومن بدأها هم من أعلن النفير العام الإرهابية المخترقة لقوات الحرس الرئاسي، هذه هي الحقيقة، المجلس الانتقالي أعلن النفير بعد أن اعتدت القوات الإرهابية المخترقة للحرس الرئاسي على الشعب وعلى المواطنين على المشيعين في المقابر، هذه هي الحقيقة على الأرض. أنا لا أحدثك من فندق في خمسة نجوم، أنا أحدثك من الأرض، وأنا كنت أحد المتواجدين من المشيعين للشهداء، وتم استهداف المواطنين من قبل هذه الجماعات الإرهابية المخترقة، وأكررها، المخترقة لقوات الحرس الرئاسي الشريفة
التي هي من أبناء الجنوب والتي ترفض أن يسال الدماء الجنوبية. هذه لابد أن تكون واضحة وصريحة. ثانيا، المجلس الانتقالي عندما أعلن نفير للجماهير، وأنا أؤكد لما طرحه ضيفك أن قوات المجلس الانتقالي لم تشارك بالكامل، ما هي إلا كتائب تدافع عن المواطنين وتدافع عن المؤسسات الحكومية لحمايتها من هذه الجماعات التخريبية. المجلس الانتقالي لا يريد أن يقاتل ولا يريد أن تسفك الدماء دماء الجنوبيين، هو يدافع عن الشعب ويدافع عن مؤسسات الدولة ويحميها من العابثين ومن الجماعات المتطرفة التي انخرطت ضمن قوات الحرس الرئاسي بتوجيهات من نائب الرئيس اليمني الذي جلبها من وقواها، سواء في اليمن في الفرقة الأولى المدرعة أو جلبها ودعمها ضمن قوات داعش والقاعدة. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تقال والتي يجب أن يسمعها ويعرفها الجميع، وهي أصبحت الجميع مدركة والعالم والإقليم ودول التحالف تعرف هذا الأمر. ولكن أريد أن أوضح نقطة هنا، أن قوات التحالف تدعم شرعية الرئيس هادي ولا تدعم الجماعات الإرهابية، ولكن نائب الرئيس هو من يدفع بهذه الجماعات الإرهابية. طيب، كما قلت سنعود إلى مسألة قوات التحالف، سنعود إلى مسألة التحالف ومن يدعم، لكن أسألك سيد السعدي، هل فعلا هذه الحقيقة حقيقة ما يجري، ما وصفه السيد مختار اليافعي أنه حدث، هو بالفعل ما يحدث أم أنه رأي فقط؟ أخي الكريم، هناك تناقض في الطرح. هو يتحدث عن أن المعركة في خطابه الأول هي من أجل الجنوب، والآن يتحدث إنها لحماية الجماهير التي خرجت للتشريع، ثم يتحدث إنها لحماية مؤسسات الدولة، ثم ينسى أن هاني بن بوريك حدد الهدف الرئيسي وهو اقتحام المعاشيق، ولا أعتقد أن الجماهير والشعب في المعاشيق، ولا أعتقد أيضا أن مؤسسات الدولة في المعاشيق، ولا أعتقد أيضا أن الإرهابيين الذي يزعم أنهم موجودين في المعاشيق. أخي الكريم، هناك تناقض في الطرح، لأن ما حدث كما أعتقد، وأعتقد أن الأستاذ مختار هو قريب من الشيخ هاني بن بوريك، أعتقد أنه ليس مطلع بالضبط على تفاصيل ما يحدث، لذلك هو يريد أن يوجد المبررات. الأمر لكن هو يقول أن النفير العام لم يعلن إلا بعد أن سقط ناس بعد تشييع أبو اليمامة. أخي الكريم، موقع اختيار التشييع هو مرتب لإحداث فوضى من أجل إيجاد المبررات. أبو اليمامة ليس من سكان كريتر وليس من سكان عدن أصلا، وأبو اليمامة أيضا أوصى بأن يدفن في كرش حيث منزله الرئيسي، وكذلك أبو اليمامة منزله في المنصورة وليس منزله في كريتر. مقبرة القطيع مقبرة تاريخية نعرفها، وهي يلا بالكاد تكفي سكان كريتر. اختيار الموقع لأنه مرتبط مباشرة بشارع يربطهم مباشرة بالمعاشير، أرادوا حدوث الصدام، أرادوا أن يحدثوا هذه الجلبة من أجل أن يجدوا المبرر. الدليل على ذلك أنهم أخطأوا خطأ فادح، بأنه بعد 5 إلى 10 دقائق من انتشار منشورات تتحدث عن حدوث إطلاق رصاص عند بوابة المعاشيق، ظهر البيان، بيان النفير أنهم كانوا مستعدين، أن البيان كان مسجل وكانوا مستعدين لإصدار هذا البيان. فارق الوقت الزمني قصير جدا، من المستحيل جدا أن يتخذ قرار النفير بدون لا يحدث هناك اجتماع، لأنه قرار معركة. إذن القرار كان مبيتا، العملية كانت مهيئة. وأضف إلى ذلك أن كثير من مشايخ، خصوصا مشايخ يافع، لأن أبو اليمامة ينتمي إلى منطقة يافع، تواصلوا مع أسرة الشهيد، وهناك وزراء تواصلوا مع أسرة الشهيد يثنوهم عن أن تكون الجنازة والتشييع في الكريتر حتى لا يكون هناك حجة لتفجير الوضع. لكن للأسف يبدو ما خطط له ورتب له، وهذا ما نراه الآن المعارك يعني. طيب، يعني أسأل السيد المختار اليافعي، يعني حتى اللحظة تبدو عدم منقسمة على نفسها ما بين مناطق بعضها تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي، والبعض الآخر تسيطر عليه القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الرسمية للدولة. هل هذا
هو الشكل النهائي للحرب. هل هذا ما يريده المجلس الانتقالي بعدما يبدو أنه فشل محاولة السيطرة على المدينة وإعلان فك الارتباط؟ أولا دعني أوضح بعض النقاط التي تطرق لها الأخ محمد. أولا بعجالة إذا سمحت. الوطن والجنوب هو مؤسسات وشعب ومواطنين، وهذا يبدو أنها راحت على الأخ محمد. اثنين، البيان والذي كان رئيس لجنة الجماهير التي كانت معتصمة في ساحة العروض هو أخو الشهيد منير اليافعي، ويافع قد كان لها بيان واضح وصريح وهي من دعت إلى الاحتشاد في ساحة العروض لكي يخرج من هذا الباب. يبدو أن الأخ محمد مقيد عن الواقع، وبالتالي لم تسع فوت ذاكرة من أجل يكون متابع. طيب جاوبني، أجبني على سؤالي سيد اليافعي، يعني حتى اللحظة تبدو الآن عدن منقسمة على نفسها. البيان، نعم. البيان بيان النفير أتى بعد ساعات من إطلاق الجماعات الإرهابية المنخرطة. لم تجبني على سؤالي، أنت أوضحت هذه النقطة قبل ذلك. سيد اليافعي، أرجو منك الإجابة عن سؤالي. بعد ساعة، أرجو منك الإجابة على سؤالي. الآن المناطق في عدن مناطق تحت دقيقة. هو أنت طرحت هذه النقاط في البداية، في مداخلتك إلى الآن طرحت هذه النقاط. أجبني على سؤالي إذا سمحت. سوف أرد على 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 سؤالك. ردا على سؤالك، 90% من العاصمة عدن جنوبية، وقوات المجلس الانتقالي هي 10% لا زالت تسيطر عليها القوات الإرهابية المنخرطة في الحرس الرئاسي، وبالتالي ما هي إلا ساعات وستكون عدن محررة مطهرة من هذه الجماعات الإرهابية المنخرطة ضمن قوات الحرس الرئاسي، وسيظل الحرس الرئاسي والرئيس هادي بشرعيته موجودة في العاصمة عدن، وهو الحاكم للعاصمة عدن وللجنوب ومرحفي وكل الوزراء الجنوبيين في الحكومة. متى ما أعلنوا أنهم مع الشعب سيكون الشعب كله مرحب بهم، والمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية. نحن ليس لنا عداء مع أبناء الجنوب، هم أهلنا وأخواننا، ولا يمكن أن يقبل الشعب أو المقاومة الجنوبية أو المجلس الانتقالي بأن تشفك دماء الجنوبيين. نحن الآن والقوات المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي يطهر الحكومة الشرعية من الجماعات الأخوانية الإرهابية. هذا هو ما يحدث في العاصمة عدن. ما يحدث في العاصمة عدن سيد السعدي هو تطهير من قبل قوات المقاومة الجنوبية للحكومة الشرعية، ما رأيك؟ أخي الكريم، اتخاذ الإصلاح ذريعة لتنفيذ أعمال عسكرية، هذا تكرر في عام 2014 عندما أتت جماعة الحوثي بالمشروع الإيراني ودخلت إلى العاصمة صنعاء تحت حجة تحرير صنعاء وتطهيرها من جماعة الإصلاح. أخي الكريم، الحرس الرئاسي معروف كيف بني، وبني تحت إشراف التحالف، والتحالف يعرف هذه الألوية ويعرف قادتها ويعرف من بها ويعرف من فيها. ومن المستحيل جدا أن يسمح التحالف بوجود أي عناصر إرهابية داخل هذه المعسكرات. الانتقالي ليس أقوى من التحالف ولا يملك استخبارات أقوى من التحالف، والآن بكلام آخر يقول بأن التحالف مجرد دول تافهة، هم يملكون أدوات أفضل من التحالف، هم يعرفون أكثر من التحالف، هم أقدر من التحالف على مواجهة الإرهاب. أخي الكريم، هذه الألوية بناها التحالف، هذه الألوية تحت إشراف التحالف، قادتها وقادة الألوية وضباطها وأركان كتائبها وأركان هذه الألوية يعلمهم التحالف. اتهام الحرس الرئاسي ومحاولة أن هناك جماعات وهناك غير جماعات، هذا أمر لم يصدقه الواقع، ونرى اليوم ثالث يوم من المعارك. لا أعتقد أن ألوية الحرس الرئاسي ستقبل بينها إرهابي أو بينها عناصر خارجة عن القانون.
أخي الكريم، هذه الاتهامات للأسف تسيء إلى 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 الكادر الجنوبي اليوم في المعسكرات. اليوم الاقتتال أشبه باقتتال 86. اليوم الناس تتقاتل بسبب لأسباب سياسية. أنا فقط أطلب من الأستاذ مختار أن يخبر نائب رئيس المجلس الانتقالي بأن لا تكون نهاية المعركة هناك طلبات من أجل الدخول في الحكومة، سيكون الأمر مخزيا مثل ما حدث في المرة السابقة في 28 يناير عندما كان هناك بعض المقترحات في الإشراك في الحكومة. أخي الكريم، ما يحدث الآن شيء مخزي، مخزي لنا جميعا. اليوم جماعة الحوثي تسخر مننا جميعا، تقول للعالم هذه هي الشرعية وهذه هي القوة الصاعدة الجديدة التي كان الناس يتأمل بأن تنخرط في العمل السياسي وأن تقدم نموذجا من التعددية، نموذج من الديمقراطية، لا أن تحمل السلاح وتخوض معارك. خذنا حتى الآن 3 معارك في عامين، هذا أمر جنوني. إلى أين نتجه؟ ما هو المطلوب بالضبط؟ المشروع الجنوبي يا أخي الكريم لا يمكن تحقيقه إلا بعد انتهاء الحرب. ما رأينا، أتحدى المجلس الانتقالي أن يعلن دولة الجنوب اليوم. اليوم لا يحتاج إلى أن يدخل إلى المعاشير. أعلن دولتك من العاصمة عدن الآن، أعلنها، اصدر البيان رقم 1 وأعلنها. لا تحتاج لأن تقاتل كل هذا القتال، لن يقاطعك أحد ولن يمنعك أحد، لكن انظر إلى العالم، لن يلتفت إليك. العالم يتحرك ضمن مواثيق، ضمن مصالح، ضمن أهداف. أخي الكريم، وضعت القضية الجنوبية الآن في وضع سيء. إذا انتهى هذه المعركة وهناك توقيع اتفاق، سيرى العالم بأن الجنوب غير مجتمع حول قضية الانفصال. وأنت تتحدث عن مسألة التأييد الشعبي، وأنت تتحدث عن مسألة التأييد الشعبي، أنقل هذه النقطة إلى السيد اليافعي. يعني إلى الآن تصرون على سيد اليافعي حتى اللحظة على تأكيد أن المجلس الانتقالي هو الممثل للجنوبيين، لكن نتيجة الأيام الماضية والفترة السابقة بشكل عام، وخاصة ما شهدت الثلاثة الأيام الماضية من معارك والسجالات أيضا التي رافقتها، كل ذلك يشير إلى أن المجلس فقد الكثير والكثير من شعبيته، فقد الكثير والكثير من التأييد الجماهيري له، وهذا يعني أنه في نهاية المطاف لن يستطيع تحقيق أي من أهدافه. وها هو الآن السيد السعدي يتحداكم في مسألة إعلان دولة الجنوب. يا سيدي، أنا لا أعلم من أين أتيت بهذه النظرية أن المجلس الانتقالي فقد شعبيته. إذا كان المجلس الانتقالي فقد شعبيته، فما بال الشعب عندما تم الهجوم عليه نادى المجلس الانتقالي الممثل الشرعي للجنوب. إذن عندما ينادي الشعب المجلس الانتقالي فهو ينادي ممثله، وبالتالي هذه شرعية وزخم. المجلس الانتقالي تزيد يوما عن يوم، لأن المجلس الانتقالي أتى أو قيادات المجلس الانتقالي أتت. طيب إذا كان كذلك، إذا كانت ومن القيادات ومن نعم. قيادات المقاومة الذي حرروا عدن والذي حاربوا الحوثي وطردوا الحوثي من عدن ومن محافظات الجنوبية، قوات المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي هي من تقاتل الحوثي الآن في الضالع، هي من تقاتل الحوثي في صعدة، وهي من تقاتل الحوثي في الحديدة، وهي من قاتلت وطهرت أجزاء كبيرة من تعز، وهي من طهرت أجزاء كبيرة من الحديدة. هذا هو قوات المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي، وهذه هي شعبيته وهذه هي قوته. هم من يقاتلون الحوثي. الجماعات، جماعة الأخوان المسلمين الذي يحاولون تفجير أو بالأصح فجروا الوضع في عدن ويقاتلون ويقتلون الشعب في الجنوب، لو تحركت هذه القوات لمقاتلة الحوثيين لكان الوضع اختلف تماما، ولكان الرئيس هادي يحكم من قصر الرئاسة في صنعاء. هذه الحقيقة، أن قوات المجلس الانتقالي تقاتل الحوثيين ولن تقبل أن يكون للحوثي أو للمد الفارسي أي تواجد. طيب لماذا يعني لماذا هذا الاستهداف لمعاشيق كما يقول السيد السعدي؟ لماذا لا تعلن الآن دولة الجنوب؟ يا سيدي، ما دام هذه الشعبية كلها للمجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي شريك رئيسي في التحالف العربي، وبالتالي هو سيحدد متى سيعلن الدولة الجنوبية،
وهناك مفاهمات على هذا الأمر على مستوى الإقليم والعالم. الشغل الإعلان والهرطقات هذه الذي يتحدث ويحاول أن يجر فيها عواطف الناس، هذا كلام لا يستوعبه لا عقل سياسي ولا عقل يدرك الواقع وحقيقته. المجلس الانتقالي لديه قيادة سياسية وقيادة عسكرية وقيادة تفهم الواقع، وبالتالي هي ستعلن الوقت المناسب لإعلان الدولة ضمن مفاهمات إقليمية ودولية وضمن مفاهمات مع الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية. الإعلان الانفصال بالطريقة العشوائية لا يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية، وبالتالي ستكون هناك مفاهمات لإعلان دولة وهي بدأت، والمجتمع الدولي والإقليمي أصبح متفهم لكل المطالب الجنوبية. هذه الحقيقة والذي يجب أن يدركها الجميع. طيب سأعود إلى هذه النقطة سيد اليافعي، سأعود إلى نقطة محور الدعم الخارجي، الدعم الدولي والإقليمي، لكن قبل ذلك أسأل السيد السعدي، يعني هزيمة الشرعية سيد السعدي في عدن ستعني نهايتها، في ذات الوقت لا يبدو للمتابع أن هناك تفاعلا أو موقفا واضحا من قبل الحكومة، من قبل الشرعية مع ما يجري على الأرض، لماذا؟ أخي الكريم، الشرعية الحكومة أصدرت بيان واضح حول ما يحدث الآن، وهناك عمل مباشر على الأرض، هناك تواصل مع الألوية والقوات المتواجدة على الأرض. المسألة الآن هي مسألة أمنية في المقام الأول وليست هي مسألة سياسية، هناك معركة على الأرض. بالنسبة للوضع العام أو الوضع السياسي، هناك تحركات أيضا، هناك رسالة نقلت من الحكومة إلى الأمم المتحدة وإلى الدول ذات العلاقة بالنسبة للموقف اليمني. الرئيس أيضا اجتمع مع قيادة العمليات المشتركة للتحالف، وبالتالي هناك كما قلت لك أن الموضوع أمني وأن الموضوع عسكري، وبالتالي نحن ننتظر نتائج هذه الاجتماعات، ننتظر ما ستؤول إليه الأمور، والأمر في الأخير يعود إلى الحكومة. أنا لست متحدثا بالنسبة للحكومة ولا أستطيع أن أقول شيء يخص الحكومة، لأن لديها متحدث رسمي ولديها وزراءها، وأنا لست أيضا وزيرا في الحكومة حتى أجيب بكل هذه التفاصيل عن هذا السؤال. طيب يعني طيب ننتقل إلى مسألة الدور الإقليمي الآن فيما يحدث في عدن والمواقف الدولية. أسألك سيد اليافعي، يعني يبدو الموقف السعودي تحديدا رافضا لتحركات المجلس الانتقالي، بينما قوات المجلس تواصل هذه المعارك، هل لدى المجلس فعلا القدرة على مواجهة رفض السعودية لهذه التحركات؟ أنا لم أسمع أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية حملوا المجلس الانتقالي الأحداث هذه، ربما تكون اجتهاد منك أنت شخصيا. التحالف العربي يدرك الواقع الموجود على الأرض، وكما كان واضح بيان التحالف العربي هو يدعو كل الأطراف إلى التهدئة، ونحن أساسا في الجنوب أدنى بيان المجلس الانتقالي وهو أساسا كان يدعو إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم اعتراض الشعب في الحشد الذي، لكن بيان السعودي، يعني البيان عبر البيان بيان التحالف عبر الذي أعلن عبر وكالة واس كان داعما للحكومة الشرعية التي، يعني بيان الانتقالي كان ضد حكومة معين عبد الملك، وبيان التحالف كان مؤيدا للحكومة الشرعية. يعني أنك لم تطلع على البيان جيدا، البيان كان واضح ويدعو الجميع إلى التهدئة، لم يدعو المجلس الانتقالي أو يدعو الحكومة الشرعية إلى التهدئة، هو دعا الجميع إلى التهدئة، وبالتالي هو يدرك من المتسبب في هذه الحرب، وهو يتخاطب بقنواته الرسمية مع الحكومة الشرعية لإيقاف
المقاتلين المنخرطين ضمن الحرس الرئاسي الذي فجروا الوضع. هذه هي الحقيقة وهي القراءة الحقيقية والصحيحة لبيان قوات التحالف العربي. طيب على من يعول يعني في هذه المعارك، على من يعول المجلس الانتقالي في الدعم؟ على الإمارات تحديدا، على أيضا مثلا بريطانيا مثلا، على من بالتحديد؟ المجلس الانتقالي يعول على إرادة الشعب وهي فوق إرادة كل إرادة قد ربما يتوهم البعض أنه يعول على الخارج. من يعول على الخارج لن ينتصر. المجلس الانتقالي وقوات المقاومة الجنوبية هي إرادة شعبية وهي تعول على إرادة الشعب وطلبات الشعب، وستكون مع الشعب ومع كل طلبات شعب الجنوب. طيب سيد السعدي، الإمارات تدعم الانتقالي بالسلاح الثقيل، أيضا دعم سياسي كما يبدو، لكن السعودية تدعم الشرعية بالدعوة إلى التهدئة كما قال السيد اليافعي. ألا يبدو أن الأمر وكأنه تنسيق بين الجانب السعودي والإماراتي، وأن الحكومة فعليا هي بلا حليف؟ أخي الكريم، التحالف العربي أعلن أهدافه بوضوح منذ بداية المعركة في 2015، ولا زال يؤكد في كل بياناته على التزامه بالأهداف التي أتى من أجلها، وهي دعم الشرعية ودعم فخامة الرئيس ودعم الحكومة وإنهاء الانغلاق. لم يصدر أي بيان من دول التحالف وخص دول التحالف بالكامل بدعم المجلس الانتقالي. لم يصدر أي بيان يؤيد ما يقوم به المجلس الانتقالي. لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤيد ما يقوم به المجلس الانتقالي. بالعكس، هناك عمل على إيقاف هذه المواجهات، لأن مسألة التدخل بشكل مباشر عسكري سيجعل يحيد بالمعركة بعيدا عن الهدف الرئيسي ألا وهي جماعة الحوثي. هناك حكمة في التعامل من التحالف. التحالف يملكون حكمة في التعامل مع هذه القضايا. لا يريدون أن تتعقد الأمور، لكن للأسف الانتقالي كل ما أراد التحالف أن يهدي هذه المواجهات يدفع الجميع إلى المواجهة، يدفع الجميع إلى مستنقع القتال والمواجهة. ولذلك التحالف لم يصدر أي بيان يؤيد فيه ما يقوم فيه الانتقالي، وأهداف التحالف معلنة وفي كل بيان يلتزم فيها دعم الحكومة ودعم رئيس الجمهورية والشرعية. سمعت سيد اليافع، يعني في نهاية المطاف هذه الحرب أو هذه المعركة جاءت بعد مقتل أحد القيادات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي. الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم على هذا الهجوم، لكن المجلس في نهاية المطاف أعلن الحرب على حكومة معين عبد الملك، على حزب الإصلاح حزب الإصلاح وكذا. يعني يذهب كثيرون بهذا الأمر على أن ما حدث يؤكد أن في نهاية المطاف المجلس الانتقالي ليس كما تقول ممثلا للإرادة الجنوبية، بل إنما هو إلا أداة بيد الإمارات لتنفيذ ما تريد تنفيذه. ما تعليقك؟ الحوثيين أعلنوا استهداف معسكر الجلاء، والتحقيقات أثبتت وجود متعاونين، وكان هذا واضح في المؤتمر الصحفي للنائب الرئيس رئيس المجلس الانتقالي. وكذلك الحوثيين بأنفسهم تحدثوا في بيانهم أن هذه المعلومات من متعاونين داخل الحكومة الشرعية. على العموم بالأخير المجلس الانتقالي لم يعلن الحرب، ولم يعلن حرب من أي نوع من الأنواع على الحكومة أو على غيرها من الأحزاب. المجلس الانتقالي أتى بطلب من بيان المجلس الانتقالي واضح. بيان المجلس الانتقالي واضح إرادته أن يعني وجه الانتقاد واللوم على حكومة معين عبد الملك وكذا على حزب الإصلاح. بعد أن استهدفت الشعب، بعد أن قتل أبرياء مدنيين مواطنين مشيعين للشهداء، بعد هذا بساعات أعلن المجلس الانتقالي دفاعه عن شعب الجنوب، وهذا واجب حتمي على المجلس الانتقالي. الممثل الشرعي
لشعب الجنوب. هذه هي الحقيقة التي لا تريد أن تسمعها ولا يريد كثير من أنصار حزب الإصلاح الإرهابي أن يسمعوها. المجلس الانتقالي لم يعلن حرب على الحكومة، هو أعلن طيب الدفاع عن شعب الجنوب من هذه سيد الجماعات. سيد اليافعي، ما هي علاقة في هذا السياق، ما هي علاقة التشيع بالذهاب إلى قصر المعاشيق؟ يعني لماذا ذهب المشيعون إلى قصر المعاشيق؟ لم يذهب المشيعون إلى قصر معاشيق، المشيعون ذهبوا إلى مقبرة القطيع في كريتر، وهي مقبرة لعامة المسلمين ذهبوا لها المشيعين لتشييع الشهداء. لم يسجل أن الشهيد أو أي شهيد يدفن في مقبرة معينة، الشهداء دفنوا في مقابر المسلمين في القطيع، وتم استهدافهم في مقبرة القطيع من قبل هذه العناصر الإرهابية المنخرطة في قوات الحرس الرئاسي. طيب أعود إليك سيد السعدي، الآن سمعت ما قاله السيد اليافعي، يبدو أن الموقف غير واضح ملتبس في حال تطور الموقف وانهزمت الحكومة، يعني نعود إلى المحور الدولي، كيف ستتعامل القوى الإقليمية والدولية مع هذا التطور برأيك، مع وضع الاعتبار لما تفضل به السيد اليافعي الآن؟ أخي الكريم، أريد أن أوضح بأن إطلاق الرصاص الذي حدث أمام بوابة المعاشيق مصور، وكذلك بيان المجلس الانتقالي تحدث عن ما حدث في بوابة المعاشيق. أعتقد أن الأستاذ اليافعي عليه مراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديوهات التي نشرها أعضاء الانتقالي وإعلام الانتقالي، وتحدث به الناطق الرسمي للانتقالي أيضا نزار هيثم. هذا أمر أصبح هذا يدين نفسه الآن، يشير إلى أن ما يحدث الآن هو نوع من التدليس وخطأ فادح وقع فيه أخي الكريم. أما بالنسبة للمواقف الدولية، المواقف الدولية تراقب الآن لتقيم ما يحدث بالضبط. للأسف الآن هناك خسارة سياسية واسعة لكل الأطراف. الشرعية هنا تعاني أزمة في العاصمة عدن، الانتقالي رمى بكل أوراق القضية الجنوبية في معركة قد تنتج نتائج كارثية سياسيا مجتمعيا على المدينة وعلى المجتمع وعلى القضية. للأسف الوضع الدولي الآن سيراقب إلى أن تنتهي المعركة وتظهر النتائج النهائية، ومن ثم سيحدد سياساته القادمة. للأسف أنا الذي يقلقني أن المجتمع الدولي قد يصل إلى قناعات بأن الشرعية والقوى الصاعدة كالانتقالي لا ينفع أن يكونوا سلطة، ويبدأ يفكر بأن الحوثي يكون شريك حقيقي، وبالتالي ما فعله الانتقالي ساهم وساعد في بقاء هذه الجماعة والمشروع الإيراني بطريقة لا قد يكون لا يقصدها. لكن للأسف المجتمع الدولي لا يرى إلا مصالحه، لا يرى إلا الوضع الموجود، ليس له علاقة بعواطف الناس، وليس له علاقة برغبات بعض القوى السياسية، هو يرى مصلحته الجيوسياسية في المنطقة، ونحن من نحدد بعد ذلك كيف نتعامل مع المجتمع الدولي من خلال اتفاقنا أو اختلافنا. وما يحدث الآن هو اختلاف لن يستفيد منه غير جماعة الحوثي والمشروع الإيراني. القيادي في الائتلاف الوطني الجنوبي سيد محمد السعدي، كنت معنا على الهاتف من الرياض، شكرا لك. كما الشكر موصول إلى الصحفي سيد مختار اليافعي، كان معنا أيضا عبر الهاتف من عدن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة أتمنى كل الأمن لأهالينا في عدن، دمتم في أمان الله.